معي من هناك مراسل أخبار الآن وسام يوسف. وسام مساء الخير، بداية ما آخر تطورات ممكن أن نتحدث عنها مباشرة من الداخل معك في الجانب الأيمن؟ شكرا. ما يخص تطورات آخر التطورات أو نهاية هذا النهار من تقدم القوات العراقية في هذا الجانب في المحور الجنوب الغربي والمحور الغربي، هو تحرير حي الصمود بالكامل. لا زالت الاشتباكات مستمرة في منطقة الشهداء وفي منطقة المنصور. فيما يخص الجانب الجنوب الغربي، محور الشرطة الاتحادية والرد السريع تمكنت من التوغل في عمق منطقة الدواسة وتحرير مديرية الشرطة، مبنى مديرية الشرطة ومجمع المحاكم الذي يبعد 250 متر عن مبنى محافظة نينوى المحلية الذي يقع في نهاية الدواسة. ما يفصلهم عن المجمع الحكومي، ما يفصل القطاعات العراقية حاليا مع نهاية معارك هذا النهار، هو فقط 200 متر، هو شارع واحد فقط يفصل القطاعات العراقية عن المجمع الحكومي. والمجمع الحكومي مطوق من ثلاثة جهات، من منطقة النبيشيت أيضا صار تقدم آخر الذي يقع غرب الدواسة، من منطقتين يتم التقدم إلى المجمع الحكومي، والمجمع الحكومي مطوق حاليا من ثلاث جهات. نعم، بموضوع المحاصري داعش بمناطق الاشتباك، ماذا نعرف عنهم وسام، خاصة بأنه هناك تركيز من قبل القوات العراقية اليوم على مساعدتهم وعلى الحديث عن خطة جديدة تتناسب مع طبيعة هذه المناطق التي يستخدم فيها داعش الناس كدروع بشرية؟ نعم ميساء، ما يخص المحاصرين، هذا الجهد الأكبر في موضوع المحاصرين يقع على الجزء الغربي، على المنطقة التي يتوغل فيها قطعات مكافحة الإرهاب الذي هي هذه الأحياء التي ذكرتها بداية، الشهداء والصمود والمنصور. هذه الأحياء هي المكتظة بالسكان، الكثير من المدنيين محاصرين في هذه المناطق. الشرطة الاتحادية بالفعل تبلى بلاء حسنا في هذا الموضوع، هناك تكتيكات جديدة تقوم بها قطعات مكافحة الإرهاب، إنها يعني لا زال ما هي؟ في هذه المعركة تعتمد آلية جديدة. آلية جديدة هي الاشتباكات القريبة، ما يسموها بالاشتباكات القريبة، حيث أن عناصر مكافحة الإرهاب يتنقلون من منزل إلى منزل بأسلحتهم الخفيفة. هذه هي المعارك تدور بهذا الشكل. هذه هي الآلية الجديدة أو التكتيك الجديد الذي استعملته قطعات مكافحة الإرهاب، خاصة لأنها المحور الذي تتقدم فيه الكثير من المدنيين المحاصرين. تنظيم داعش كذلك لديه تكتيك جديد في هذا الموضوع، يحاصر المدنيين ويتخذهم دروع بشرية، حيث أنه يجبر المدنيين على البقاء داخل منازلهم. شكرا. ويستخدمها بنفس الوقت كنقاط صد، هو يحرق المنازل، يحرق المنازل لكي يبعد أنظار الطيران العراقي عن هذه المناطق، ويستعملها مع بقاء المدنيين فيها. نعم. هو يمنع المدنيين من مغادرة المنازل التي يتخذها نقاط صد. هذه آلية جديدة يتخذها تنظيم داعش في معركة الجانب الأيمن. نعم، شكرا جزيلا لك وسام يوسف على كل هذه المعلومات. مراسل أخبار الآن كنت معنا مباشرة من الموصل.